تشهد معظم مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة في تأمين الخبز من قبل الأهالي، وسط غياب حلول حكومية مبشرة بحل هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر. هذه دمشق العاصمة السورية التي كانت تعرف بياسمينها، باتت اليوم تعرف بطوابيرها التي لا تنتهي. وهذه معاناة سكانها اليومية في تأمين الخبز منذ أكثر من شهر في ظل تخوفات من تفشي فيروس كورونا في البلاد. ذل يومي يعيشه المواطن في مناطق سيطرة الحكومة السورية على حد وصف أحدهم، وهو يجاهد في سبيل تأمين ربطة واحدة من الخبز ربما لا تكفي عائلته التي غادرها لساعات على أمل الرجوع إليها مظفرا. ما تسمى بالحلول الحكومية لم تفد بشيء، فالازدحام أمام المخابز ما زال مستمرا، وشكوى الأهالي بأن الخبز يتم بيعه لمتنفذين ومن ثم بيعه بأسعار مضاعفة ما زالت مستمرة. الحل الحكومي الذي تفاخر به مسؤولو الحكومة ما كان سوى تقليص حصة كل عائلة من ربطات الخبز بهدف تخفيف التجمعات أمام الأفران، لكن الواقع أثبت العكس. ورغم تأكيدات مدير أحد الأفران بأن الأزمة تتجه إلى الانحسار مع ورود كميات من الطحين، إلا أن ذلك لم يطمئن السكان الذين يعانون الأمرين لتأمين الخبز لأطفالهم، خاصة مع سماعهم مثل هذه الوعود طيلة أيام الأزمة المتواصلة منذ أكثر من شهر. مباشرة معنا من عمان الكاتب والصحفي مالك الحافظ. أستاذ مالك، مرحبا بك، ما قراءتك لأزمة الخبز وكيف ستؤثر فيما لو استمرت على حياة الناس؟ نعم، تحية طيبة لكم يا أستاذ المشاهدين. أهلا بك. يعني بالحقيقة هي أزمة مركب، وتداخل المعلومات حول أسباب هذه الأزمة تدفع للقول أنها فعلا أزمة مركبة. إدخال الخبز على البطاقة الذكية في بداية الأمر، الآن نشاهد هذه الطوابير الكبيرة جدا، لكن ما هي الأسباب؟ الأسباب تقليل المخصصات. الأهالي الريف، وبالتحديد نقول هنا عن ريف دمشق، يلجؤون إلى المدينة لسد حاجاتهم من الخبز. وبالتالي يعني هذه الإشكالية فيما يتعلق بتقليل المخصصات تقول أن هناك شيء ما يحاك. يعني صحيح أن محصول القمح أساسا لا يكفي لسوريا أو لمناطق سيطرة النظام بحكم خروج مناطق عدة زراعية عن سيطرتهم، هذه من ناحية. ولكن يعني لماذا نشاهد هذه الطوابير إلى الآن؟ لماذا قلت الأزمة أو خفت الأزمة في فترة سابقة قريبة والآن عادت هذه الأزمة؟ أعتقد أننا نشاهد حاليا عدة تقارير أو نقرأ ونتابع ما يتعلق بالسوق السوداء السماسرة. الأسعار تباع أسعار ربطات الخبز يعني حوالي 5 أضعاف وأحيانا أكثر من ذلك. أعتقد أن هذا الأمر هو الأساس لسبب هذه الأزمة. إدخال أولا البطاقة الذكية، التي الشركة التي تمتلك امتيازات هذه البطاقة هي تابعة لأسماء الأسد. أعتقد أن رفع أسعار الخبز في الفترة المقبلة سيكون طبيعيا لدى المواطنين. لماذا؟ لكي يقولوا أننا يجب أن نشتري المحصول أو محصول القمح أو الطحين بسعر أكبر لتأمين حاجيات المواطنين، ولكن يجب أن نرفع السعر. وبالتالي هذه أعتقد أنها يعني خطة مدبرة. للأسف يعني المواطن يتحمل دائما العواقب. هناك أزمة بالتأكيد لديهم، لدى يعني وكأنك تشير لافتعال الأزمة بشكل مقصود لكي يرفع الدعم عن الخبز، الدعم الحكومي. نعم، يعني أعتقد هذا الأمر يحاولون السعي إليه منذ إدخال البطاقة الذكية على أول المواد الأساسية للمواطنين وهي البنزين. أعتقد أنهم كانوا يسعون دائما لهذا الأمر، دائما الحديث عن موضوع قلة المحاصيل أو قلة التأمين هذه المادة الأساسية الطحين. أعتقد أن الآن بدأت تظهر نتائج. المواطنون يجب أن يتحملوا أكثر فأكثر هذه الأزمة، أزمة الطوابير، ومن ثم سيقال لهم عليكم أن تدفعوا أكثر أو أن تستمروا بأخذ ربطات الخبز. أساسا الربطات لا تكفي، يعني هناك إذا كانت عائلة
سبع افراد ربطتين واكثر ثلاث ربطات. ما هذا يعني ما هذا الرقم الغريب العجيب؟ يعني المواطنون سيحتاجون بكل تاكيد الى هؤلاء السماسره او باعي السوق السوداء الذين ينتشرون على الارصفه وفي مناطق متعدده. لكن ماذا عن السعر؟ يعني الان هناك اشكاليتين، اشكاليه اساسا المخصص قليل، وايضا السعر كبير جدا فيما اذا احتاجوا الى تأمين ربطات أكثر من الخبز. أعتقد أنها يعني مسؤولية الدولة، وإذا كانت فعلا هي تلقي بال لأزمة المواطنين يجب أن يكون هناك فعلا تدبير ومواجهة لهذه الإشكالية. طيب هناك تضاد حكومي، هناك تضاد الحكومة تنفي وجود أزمة أساسا، وعلى أرض الواقع الأمر مخالف. ما تفسير هذا التضاد برأيك؟ نعم، يعني للأسف يعني شاهدنا هذا في البنزين. البنزين يصل، النفط يصل بشكل يومي، هناك آلاف البراميل، صحيح أن الكمية لا تكفي لكنها كانت تصل إلى مصفات بنياس وهم يعلمون كيف تصل. ناهيكم عن موضوع السفينة المحملة بالبراميل النفطية من إيران إذا كانت صحة القويل أو على حتى الأرقام، لكن نفس الأزمة. يعني الأزمة كانت للبنزين، والآن شاهدنا رفع الأسعار بكل بساطة. أيضا سيكون هناك شمول لمادة الخبز برفع الأسعار للأسف. يعني هذا هو الهدف الملاط، يعني تماما، يعني هي حكومة جباية أعتقد، يعني إذا صحت التسمية وحتى ناسبتهم أعتقد هم يعني يستحقون وصف أسوأ من ذلك. للأسف هذا يعني المواطن دائما يتحمل التكلفة وهذه الإشكاليات التي تقع بها الحكومة، ولكن لا تجد حل إلا على من جيب المواطن. يعني يمكن أن يقولوا للمواطنين سنرفع السعر من الآن، لكن يجب أن يتحملوا العذاب وهذا الوقوف الطويل أمام الطوابير من أجل حد أقصى ثلاثة ربطات وهي لا تكفي. يعني وهذا إذا لم نتحدث عن أيضا عن جودة المنتج، يعني هذا أمر آخر وبحث آخر، ولكن أعتقد أن هناك توجه واضح لرفع أسعار الخبز، وهذا السيناريو يجب أن يكون موجودا في الوقت الحالي، ويجب أن ننتظر أيام قليلة يعني نتابع القرار الرسمي من قبل حكومة دمشق. طيب بشكل ملخص، كيف يمكن تلخيص الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحكومة أستاذ مالك؟ نعم، يعني في الحقيقة يعني الوضع انا بنفسي يعني بشكل شخصي عندما اسمع الاخبار واتابع من اصدقاء واقارب في دمشق او غير دمشق، استغرب كيف يمكن للسوري الى الان ان يتحمل كل هذه الاعباء. هناك اشكاليات دائما موجوده، ان نحن الان في وقت يسمى عالميا موجه ثانيه من كورونا، لكن الطوابير والتكدس الناس فوق بعضها في الأسواق في أمام الأفران، وللأسف يعني لا يكون هناك تأمين لقمة عيش. بكل احترام، هناك ارتفاع أسعار، هذا الارتفاع أيضا سنشهد ارتفاع أكبر بعدما رفعوا أسعار المازوت الصناعي وخلافه، وحتى يعني ما يشغل المطاعم التي تخدم الناس الأسعار أيضا سترتفع. الخبز ما زالت لقمة الخبز المواطن العادي يلهث وراءها للأسف، يعني هكذا يريدون للمواطن. وكأن الطلب زاد على الخبز مؤخرا أستاذ مالك. عفوا، وكأن الطلب على الخبز زاد مؤخرا في مناطق سيطرة الحكومة رغم موجات اللجوء والنزوح الكبيرة التي حصلت. نعم، يعني بالتحديد بدمشق استطيع القول ان بحسب المعلومات هناك عدم توريد طحين الى مناطق الريف. بكل تاكيد سيلجا الذي سياتي من الغوطه الشرقيه او الغربيه او الريف الشمالي لدمشق سيلجا الى المدينه، وهذا هو سبب الضغط. يعني وهي اعتقد هي خطه مدروسه، ليست فقط قله مخصصات لكن هي خطه مدروسه. يعني اشكاليات كبيره يعني منها المواطن، لكن الخبز يعني هو وهي يعني أساس الحياة للبشرية وللمواطن السوري الذي لا يجد إمكانية لرفاهية انتقاء أصناف غذائية أخرى، فالخبز هو الملجأ الوحيد، وللأسف يعني الآن غير متوفر بالشكل المناسب. أعتقد أنها يعني لكي لا يقال لاحقا من قبل الحكومة أنها لها علاقة في
العقوبات وخلافه، أعتقد هذا الأمر محسوم ولا علاقة له، ولكن هم دائما يعني يصدرون هذه العقوبات كشماعة لأي إشكالية تواجههم، وكأن العقوبات حصلت منذ سنوات طويلة، ونحن نشاهد كل هذه الأزمات منذ سنوات، ماذا عن السنوات الماضية. يعني للأسف إذا تحدثنا عن الخبز أعتقد أن الانفراجة قريبة، لكن ستكون مقابل رفع الأسعار. وضحت. الحل النهائي برأيك لكل هذه الأزمات زي ما تحدثنا، محروقات، أدوية، رواتب قليلة للموظفين، ما الحل النهائي لكل هذه الأزمات برأيك أستاذ مالك؟ العفو للمقاطعة كون بقيت معي دقيقة فقط. نعم نعم نعم، يعني أعتقد الحل هو بزيارة لافروف التي حصلت في مطلع أيلول، قالوا عنها أنها زيارة اقتصادية. أعتقد أن الروس الآن بدأوا يتحركون بشكل جيد، صحيح أن التحرك هو بطيء، ولكن يحاولون أن يغمزوا من ناحية توافق مع قوى أخرى على الصعيد الاقتصادي. مؤخرا منح الشركة الصربية عقود استثمار الفوسفات في تدمر، هذا رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي، يقولون لهم نحن جاهزون لمنحكم استثمارات أكثر، وصربيا هي تحاول الآن دخول الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن روسيا بيدها الحل، وروسيا تحاول أن تقدم دعم أكثر، ولكن بالتأكيد لابد من مقابل. المقابل هو انفتاح الأوروبي على الروسي، لأن بشار الأسد اعترف بشكل مباشر خلال مقابلته بسبوتنيك أننا لن نستطيع الطلب الأكثر من دعم مالي من روسيا، لأن يعني تحملنا الكثير. أعتقد روسيا تملك المفتاح، ولكن تحتاج إلى شركاء آخرين لدعم الاقتصاد السوري وانتشاله من هذه الحالة الكبيرة من التدهور. إذا كانت روسيا استطاعت على تشبيك العلاقات بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وإذا أيضا هي التزمت بتوافقات دولية، أعتقد أن سيكون هناك حلول. يعني الأفضل طبعا الأفضل للسوري أن يحصل على لقمة الخبز بدلا من الآيفون 12 الذي وردته شركة أسماء الأسد إيماتيل مؤخرا، يعني وكان التباهي في سوريا في الآيفون، ولكن المواطن السوري بدون قيمة للأسف. فأعتقد أن الروسي سيكون له يعني كلمة الفصل في الناحية الاقتصادية، ليس للإيراني كلمة، لكن التوافق مع الأمريكي والأوروبي بالتحديد الأوروبي، أعتقد أن هناك قد تكون حلول مستقبلية قريبة. ولكن بالنسبة للأزمات الحالية، هناك بالتأكيد حل لدى دمشق، ولكنها لديها أيضا نوايا معينة مبيتة تحاول أن تفرض سيناريو ما. أعتقد الأزمات ستكون إلى انفراج قريب، ولكن كما ترتئي دمشق برفع الأسعار، ولاحقا قد يكون للروسي دور مهم جدا في الاقتصاد. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من عمان الكاتب والصحفي مالك الحافظ، شكرا جزيلا. والشكر الموصول لكم مشاهدينا لكرم المتابعة. إلى اللقاء.